اي 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 شوفوا لي هاد تشيزي غارليك بيتزا وانت راه جات واعره. يلا نصوبوها فواحد زلافه كبيره. ادي الفرينه، فرينه الشوفان، خلط، زيد غريك يوغرت، جوج بيضات، وخلط داكشي مزيان مع الشطيحه باش تصدق لك لاباط. ستب داكشي كامل في بابي كوزين، زيد عليه الثومه مطحونه. ناري تقادات ليا، المهم شعل الفران وخشي لاباط 10 دقائق حتى تولي مقرمله بحال هكاك. غطي لاباط كامله بالموتزاريلا، شويه البارميزان، العطريه اللي بغيتو. انا درت الاوريغانو والثيم باش يجي مذاق زويون، وخشي عاوتاني البيتزا في الفران، خليتها واحد 10 دقائق عاوتاني. وانتم شوفوا لي هاد هيلثي بيتزا، قطع الطروفات، اوي اوي اوي، دابا ما كاين غير ارى لي داكشي. جوال.